إذا اليوم غادي نخدمو جوست على M33 RGB. لا M33 H ألفا سي بور دومان. هنا راه حطيت كلشي، ها لي بياس رانا نقصتهم نورمالمون، خليتهم عندي أنا، نتوما ما غتلقاهمش كاملين. نورمالمون راه سي 101، أنا جوتيليز 101 إيماج. آه وي، هاهي هي اللي كنخدم، هي اللي كنخدم، حيت فيما فيما كتكثر فيما ميو، فيما ميو. هنا هنا عبو دي ريزون دو رابيديتا درت على 15 باش تا بيكسي سايت ما تعطلش في لو تريد. لي دارك، لي دارك سي جو مسوفيان سيتي 15 ما كثرتش. هادو بلا ما ندويو عليهم، هما ما غتلقاوش هادو اللي فيهم السي. داكور اون كونتينيو، قلنا لي لايت، لي لايت هما هادو. هما لا دات اكزاكت اللي تتخادو سي لو 9/9/2018. كيما كتشوفوا هنا خديناهم لو 9/9/2018 من 1h52 حتى 3h21، سي 1h30. هنا كيما كتشوفوا في شارب كاب كيعطينا هاد لو فيشي، هذا سي ان فيشي لوك. لو فيشي لوك فيه لي ديتاي، لي ديتاي تكنيك ديال لاكيزيسيون ولي ريغلاج ديال الكاميرا. مي ليسونسييل عندنا لا تمبيراتور وعندنا ليكسبوزور وعندنا لو غان، هادو هما لي 3 زانفورماسيون لي محتاجين. هنايا عزيز دونك لي كونستركتور سي لو يبغي هذاك اليونيتي جين. اليونيتي جين هو اليونيتي جين ديال الكونستركتور. اليونيتي جين راه شتي ميم الا برونش، دابا الا دخلتي لوبسيرفاتوار، الا دخلتي للبيلون سونترال ودرتي ابي تي ودرتي يونيتي جين، غادي يخرج لك اوتوماتيكمون 90 في لا 0.71 في لا 1600 كيعطيك 139. حيت كل وحده عندها، كل وحده عندها ديال لا 294 برو ديال السي محمد سي 120 في لو كان ديالها. الوغ اون باس، هادو لي بروسيس هما هادو اللي غتخدمو بهم، راه مصايبهم. ان تريتمون ديال اون ايماج ديال لي زاكيزيسيون في بيكس انسايت هي 4 ايتاب. هي ليتاب ديال لو بري تريتمون، هي ليتاب ديال لالينيومون اي لاديسيون، on aligne les images entre elles وعاد اش كان اديسيونيهم باش كيعطيونا ايماج وحده. سا سي لا فاز دو بري تريتمون ان جينيرال. puis quel le traitement، اللي فيه لو تريتمون لينيير puis le traitement non linéaire. هنا alors غادي نرجعو، اذا je préfère lancer au PixInsight، نمشيو للبروسيس. بروسيس هو كلشي كيبان لكم هنا. نو نو نو، غتمشي للبروسيس وغتهبط لتحت، كاين بروسيس ايكون. اذا غدير لود بروسيس ايكون. اذا في اللود بروسيس ايكون غادي يخرج لكم اون اوتر فينيتر. ها سي اللود، صافي. غتمشي للبيرو، غتمشي للبيرو، راه عندكم الفيشيي اللي عطيتكم لو دوسي سميتو دوسي فورماسيون بيكس انسايت بونجي، غتكليكي عليه غادي تلقى بروسيس بيكس انسايت. كاين اذا لونسيو بري تريتمون. هنا في لو بري تريتمون، لو بري تريتمون تو سامبلومون عندنا واحد ليماج. هنا انا غادي نمشي ليكم تو سامبلومون ها باش نعرفو في اون ايماج كيس كي هي دودون. ها اون ايماج عندنا، في اون ايماج هذا سا ريبريزونت ان سول بيكسل. ان بيكسل فاش كنكونو خدامين كنصورو اون ميم طون كيشد لو سينيال ديال لوبجي لي باغي نشدو وكيشد لو سينيال الثاني اللي هو تيرميك. هاد لي تخوا سينيو لي كاينين هنا سون دي سينيو بارازيت عزيدين. لو بري تريتمون اللي كنديرو حنا سي بور سوبريمي هاد ثلاثة. كاين لو سينيال تيرميك هو نورمالمون الكابتور كونت يشوف يا دي بيكسل اللي كيعطيو دو سينيال، كيعطيو بان راه بحال ايزون كابتي دو سينيال الوغ كو نورمالمون هي غيان سون، يا اما دي بيكسل شوف ولا دي بيكسل خوا كي نو رياجيس با كاع كاريمون. هاد اذا عندنا كاين هاد لو سينيال دوبسكوريتي هو اللي كندويو عليه حنا فاش كنقولو اوفسيت ولا بياس. شي بارفوا على كورون الكتريك ملي كيدوز فيهم كيلونجوندر واحد لو بيتي سينيال، سي ان سينيال دو ليكتور. هذاك
il engendre du bruit. هادشي علاش حنا كنشوفو فاش كنقولو باغي نشدو لي بياس ولا لي اوفسيت مي جو بارلوري دو بياس. لو بياس باش كنشدوه كنشدوه بلو طون لو بلو كور ديال الكاميرا في لا في في لا 0.71 سي 64 ميكرو سكوند وفي في لا 1600 سي 32 Elle est plus rapide, il y a un capteur apparemment c'est plus petit. On a un les données. Simple mélange. Le troisième signal parasite, c'est le vignettage ou les reflets. Quand on dit le flat, une source de lumière, où on va saturer le capteur, et on est carrément, on va saturer le capteur, et on va déjà saturer le capteur. Pour faire des bons flats, il ne faut pas dépasser les deux tiers de la dynamique, la moitié de la dynamique, pour ne pas saturer. Deux tiers, on a pratiquement mes flats qui diront la moitié de la dynamique. C'est le cas CL. C'est à éviter. C'est à éviter CL. C'est à éviter le bureau de PixInsight comme ça. Ça, c'est grave. Parce que il y a trop de process. C'est pire. Ce qui fait que tu veux afficher l'image, que tu veux faire des choses, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Ou pire, tu ne sais pas ce que tu fais dans les états. Alors, vaut mieux qu'on se réorienter, non? Ou vaut mieux qu'il y ait des gens. Aziz, il a juste pris un projet. Non. ياك ما بغيتي عاوتاني حتى انا شفت لي بروسيس ديالك تو بالونس تو في بيكسين صاي سي ا ايفيتي لا بزاف فو ميو يا لي بار ايتاب وانا راه قلت لك راه ارنوطون بو موا راه سي ما نقولش ديباسي مي يا دي تروك ا ريسبكتي سينو سي تو بالونس تو راك غتبقى حاصل ما تعرفش راسك بافو حتى فين وصلتي سيرتو بحال هكا الله يرضي عليكم هكا سي ا ايفيتي سينو ما غتبقاش عارف راسك فين واصل في هادشي بون هادي سي لا كورب سي لا بريزونطاسيون غرافيك ديال لا كورب ديال لو رابور سينيال بروي اون فونكسيون ديال لو نومبر ديماج عندنا اون ايماج وحده سي ان الا لاحظتوا لهنا عندنا الا كانوا 10 ايماج شو لو رابور فين طلع سي 3, شي حاجة 20 ايماج شو لو رابور ولا 4.5 30 ايماج ولا بريسك 5.5 40 ايماج طلعنا ل 6 50 لاحظتوا بان في الاول طالع رابيد مي من بعد لو رابور يعني سي سو ولكن فريمون الى بوتيتر 70 ولا 80 هادشي علاش يفو فير بلوس سو كي في ليسونسييل le traitement ou le pré-traitement ou l'opération complète de le travail sur une image, normalement, il se fait au niveau de l'acquisition. D'accord. Maintenant, le petit truc avant de passer à l'action, c'est la matrice de Bayer. Maintenant, on a un capteur ZWO, la plupart, on a des capteurs couleur. Techniquement, ça n'existe pas de capteur couleur. Les capteurs sont monochromes. Les qui ont des couleurs, il y a de la matrice. Les qui ont le capteur. C'est fini. Et elle divise, normalement, elle divise chaque photosite, l'arbre, deux verts, ou un rouge et un bleu. Pourquoi deux verts? Chez l'œil humain, il est plus sensible le vert. Ils ont appliqué la même main. Il donne toujours chaque pixel, c'est deux verts plus rouge et vert. Il y a les constructeurs qui disent que la configuration de la matrice, c'est. R, G, B. G, R, B. Pire, il y a des logiciels qui parlent de l'enclos. Mais qui parlent de l'enclos. Qui parlent de l'enclos. Mais ils sont prises. Apparemment, ils sont les attentes.
هما اللي عندهم صح كتقرا من التحت. اذا ار جي جي بي في بيكس انسايت الا كنا باغيين نديرو التريتمون في بريزم راه يلفو كوشي هادي هي بي جي جي ار. جي في لو تيست في الاول ما كنتش عارف كنت كنلونسي لو بري تريتمون في بريزم بي ار جي جي بي ما طلعتش ليا. جي كونتاكتي سيريل كافادور قلتها لي قلت لها اللي كاين اللي كاين اللي كاين قال لي نو قال لي راه ساسولي من التحت من يمشي دي فورم سبيسياليزي افيكتيفمون كيتقراو من التحت ماشي من الفوق. انا نرجع لواحد ليماج وي 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 كتدخل لو سيت كتقول بغيت دي دومين على لو كابتور ديالي. انا دخلت لو سيت ديال زد دبليو ها فين كنلقاو لا ماتريس دو باير ار جي جي بي سا باس في البيكسي سايت لان مالوغوزمون كاع لي كونستركتور مشاو على هادشي. بريزم مشى سكي الكترونيك بور لوي سي بي جي جي ار. بي جي جي ار تبداها من التحت كتقلبها وغادي نبداو كون بروميير ايتاب قلنا سي لو بري تريتمون. لو بري تريتمون هو اون فا كاليبري لي زيماج ديالنا لي فيهم لو سينيال برينسيبال خاصنا نحيدو لو بياس لي فيهم لو بروي ديال الدار و لو بروي ديال لي بوسيير و ديال الفينيتاج. مي افون سا اون دوا كومونسي بار لا كرياسيون ديال ماستر بياس. ماستر بياس غادي نمشيو تو سامبلومون لو بروسيس لي عندنا تما ديال كرياسيون دو ماستر بياس. دوبل كليك غادي يعطينا سي لو بروسيس ديال ايماج انتغراسيون. هنا نورمالمون في لا كرياسيون ديال لي ماستر ما غاديش نصدعوا راسنا بزاف. سي تقريبا لي ريغلاج هما مقادين انا ما بدلتهمش بدلت فيهم حاجه وحده ابروبو ديال لو سيت ديال ارنودون لهذا باسكو ارنودون اي لومبلوي تو سامبلومون في لو لوجيسيال ديال ريجيكسيون كان كيدير هذا وين سورايزد سيغما كليبين الوغ كو نورمالمون نو خاص دير لا ميثود على حساب لو نومبر اللي غدير. كنتي غادي دير لو نومبر قليل قل من 10 كدير البيرسنتيل عاود دوي عليه هذا لو افون ما كانش افون ما كانش كلشي اذا اون كومونس دابا غنمشيو للاد فايل وغادي نمشيو نقلبوا عارفين راسكم فين كاينين فاش كتمشيو تقلبوا في اد فايل. غادي تمشيو للبيرو اللي ما عارفش لو اها دوسي فورماسيون غادي يمشي لام 33 غادي يمشي لام 33 ار جي بي هي اللي خدامين عليها دابا. تما غادي يلقى بياس ام 33 غادي كليكي غيلقى ان فيشي هذا ديال شارب كاب كيعطيك امتى صورتي توسا بوي غادي ندخلو لي بياس ديالنا. انا راه اكسبري عطيتكم مع 15 مي نورمالمون انا راه كنخدم 101 راه غنرجعو ليهم من بعد هنا عا بو دي ريزون دو ديمونستراسيون نديرو 15 بياس غنختاروهم اي اون غنديرو اوفرير راه كيطلعو ليكم في لو بروسيس لهنا لي 15 ايماج ديالكم. كنديرو نو نورماليزاسيون باسكو ما باغين نحيدو ما باغين نغشطيو غيان. اذا كتخلي تلكيلي حنت الا درتي نورماليزاسيون ولا اديتيف ملتيبليكاتيف ولا هذا اون فا بوزيي لو سينيال اللي كاين تما اون دو با لونيفورميزي سي با كيما هو. غنخليو هاد لي هنا توجور جينيريت انتغريتد ايماج لان اوتوماتيكمون خصو يعطينا ليماج. وهنا لا لاحظتوا كاينه واحد هاد ليكو هادي ايفالويت نويز هذيك الي كوشي غنخليوها كوشي. ملي غتلونسيوها غادي يعطينا اون ايغ. علاش؟ لان لي كاميرا زد دبليو لو بروي ديالها ناقص بارابول لي سي سي دي سو كي في كون تو لونس بيكسينز ايت مين كيب دي كالكولي كيبان لي لو بروي ناقص كي كونسيدير بان ليماج ما فيها والو. كنتي تقولها ليا حنا حنبقناش على هذه هي il fallait tout simplement décocher قول لي سيدي ما تيفاليوش لو نويز عسي تخدم. اذا صافي وكنخليو هنا اوتوماتيك بافر سايز انا
Non, 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 on a des attentes de 2048. Nous sommes chez vous. 32, ça dépend de la RAM du PC. C'est-à-dire que ça a la configuration. L'autre, réjection. Et donc, puisque nous donc, on peut se permettre de dire de Wins Horizon Sigma Clip. Voilà, Kim, regardez, réjection 2, là, quand on a fait le travail. Mais on va faire le travail, on va faire le 4, le Sigma Low, ou le Sigma High, on va faire le 3, ou le Wins Horizon Cut-off, on va faire le 5. Et donc, on lance. On lance le process. C'est le cercle qui est le test. C'est normal. Ah, il y a un arrêt à l'aller. En rouge. En rouge. Allez, il y en a la première étape qui est venue comme ça. Qui est tout simplement. Noise evaluation. Qui est l'évaluation du bruit. Il considère que cette image ne fait pas le bruit. Il arrête parce que c'est une erreur fatale. Il arrête le process. On va rejouer l'image, image intégration. On va décocher evaluate noise. Là, on a une première décrochée et évaluée. C'est impossible. Si le can décoché, mais 12 hash. On a décroché. Là, exprès, avec ça, vous par voix. Il a pas comme l'erreur. Happy vache pour la libre. حتسمع لي الزد دي دبليو او دائما كان وسيوتو كيعطيها عبر البياس هيا خرجت اذا غنبوينتي لا كونسول اذا عندنا هنا عندنا هاد لي شيفر هذا سي لو توتال سي 2,60 ولا 677 هذا كيعطينا اون ايدي على كومبيان الالغوريثم ابري تريتمون كومبيان الى رجتي دو بيكسل كي كونسيدير سولون لوي يا اما شو ولا فخوا هل froid هما هادو فين كاينه زيرو سي ا غوش شتي دابا هو عطانا لو شيفر اللي هنا هو لو نومبر توتال ديال لي بيكسل اللي تلاحو alors ça correspond exactement à 6,618,468 non 6,000,000 et exactement ça correspond à 2,67% من l'image يعني من الكابتور c'est trop. C'est beaucoup trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est presque deux fois. Mais elle est zéro ou pire. Ma chache est qu'en zéro. C'est un peu haut, elle est plus loin. Et donc, là, exactement, je dis même que les 4 chauffes sont à zéro, c'est mieux que 20 pixels. Mais en termes de pourcentage, c'est toujours zéro. Plus, les 6,518,148. هادو هي 2,600 اللي جات لهنا هادو شنو هما هادو الا شفتو في الجناب هنايا هنا الا شفتو في الجناب اذا هذه هاد لي زيرو اللي هنا سا كوريسبون لو وهادو سا كوريسبون الهاي اذا طون puisque كاين beaucoup de réjection في الهاي حنا نورمالمون on ne doit pas dépasser ces 0. Il y a la plupart des qui disent que c'est 0,05. Vous voyez, quelqu'un parfois tu fais carrément le high, ou on va parler au 10. Max, on va parler au max. Tel 10. On va dire que le total n'est que 1%. C'est Arnaud. Light Vortex ou les autres qui disent que c'est 0,05. Pourquoi? Un agent, 0,25. Il y a normalement 1% de la chance de l'air. C'est 1% de la chance de l'air.
c'est valable pour les bias, les bas et les bruts. Tout. 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 C'est général à tout le monde. Ou puisque, et puisque Edna, zéro flow, ou Edna, 0% flow, et d'un Eschkendiro, pour rejeter plus, on descend de la valeur de sigma. Pour rejeter moins, pour rejeter plus, par expérience, on doit descendre chez 1,5. Le maximum, il y a 10. Mais avant de relancer, je mets le fauchelet comme les bias ou Hada. Il faut supprimer les rejets. Avant de supprimer, on chope le high rejection, on dit qu'il y a une autre chose. هذا لونسيو ليها لونسيو ليها الاس تي اف ديالها ها اس تي اف ديالها شو دابا شو دابا الهاي ريجيكشن شو الهاي ريجيكشن انا غادي لونس درت 1.5 الهاي ريجيكشن ملي كدير وكتزومي راه سا دوفيان شو شحال ديال لي بيكسل سي ترو سي ترو 2% سي ترو الا ابليكينا هذا على البروت راه كاع هاد لي بيكسل اللي كيبانو بيضين غادي تحيدهم من ليماج بلوت الا حيداتهم غيوليو كحليب غيوليو دي بوان نوار تيما امبوسيبل الا تزقلت الا تزقلت لي طاب ديال بري تريتمون هنا غادي يعطيوك هادو سيرت تي دو زومي بور لي فوار غادي يعطيولك سي تادي سا تي بوزي ليماج ديالك في لو بري تريت في لو تريتمون tu pourras pas récupérer ça. L'étape du pré-traitement est cruciale. Heureusement, quand on fait un master DAC ou la master BIAS, on peut l'utiliser à volonté durant 6 mois ou l'AM. C'est une étape qui est bien faite durant 6 mois ou l'AM. Et donc, je vais mettre alors, et on relance. Il faut pas dépasser la somme des deux. Il y a carrément ici. Il y a la somme des deux. Il faut pas dépasser. Voilà 0,5 mzien. 0,5 mzien. Voilà qui dit que 0,05. Bah, il faut rejeter le moins possible. Fait les masters. Les postes techniques, ah, c'est ça. Il faut rejeter le moins possible. Mais non, 0,2, c'est bien. C'est un bon master. Et si dans le zoom, on a une différence, mais ça va trouver là. Ah, mais bien sûr. هاد الهاي ريجيكشن لهذا كنشوفوا حنا على البيكسل اللي مشاو اللي تلاحوا كنلوحوا دوزيام ايماج تاعي اون لا ريجيت يعني ريجيكشن لو اي اون غارد هادي اون بو لوي ابليكي ان اس تي اف هنا بور افوار اون ايدي على نوتر ماستر بياس ماستر بياس وي 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 باردون هنا غادي نمشيو راه عندنا في هاد لي بروسيس اللي هنا outil de visualisation des images. Hada smito STF. Hada normalement nos images brutes à l'état brut elles sont haka qui khorjou lina en noir carrément. Alash lana hna on hna kayatina techniquement ou la pratiquement kayatina la valeur réelle d'un pixel chalchet d'un la luminosité. C'est presque on voit ça comme ça. C'est noir. C'est rien, c'est mais ben je lis le signal. Et donc pour faire augmenter le signal, qu'on dira un auto stretch, c'est un étirement, via la courbe, via l'eau, automatique. Il a l'arti, la courbe normale, elle est centrale. Quand on clique sur elle, il va étirer l'image automatiquement, mais je vous dis exactement normalement qui dire le signal. Oui, là, là, mais quand je clique, la courbe, elle est devenue complètement
elle est passée complètement vers la gauche. C'est un étirement. Là, on parle d'étirement, là, comme vous le direz, auto-stretch. Automatique, c'est comme ça. Mais pour avoir une idée, l'image, il y a. Voilà comment ça. Appliquez-vous à ces choses. Oui. Tu m'as kibane, tu m'as kibane. Ça, c'est un signal parasite Ah. qui est enregistré dans le but. Donc, Ah, c'est carrément. ça. C'est le master Ah, bien. monsieur, le début, tu as fait d'art, tu as Donc, fâché, le fâché, full tout ça, shield. couche, couche. Ah, ça, c'est le signal Le parasite. capteur fait raison, je pense. Le capteur, même que. Quand on est là, d'abord, normalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un empilement de 15 images. Peut-être comme 15. Et donc, là, je donne un empilement. Une image seule, il y a plusieurs bruits. Mais le bias, on doit homogénéiser le nombre. Pour réduire le bruit d'elle. لانه واخا بياس وحده ما كتعطيناش في موين مزيانه بو موين لو بياس الفو بليزيور حنا درنا على 15 و فالو روجستري نزيدوها الا حنا تكون عاوتاني كحنا راه عاوتاني كحنا باسكو ما بدلناهاش جوست اون فيجواليزاسيون مي لو فيجوال ما نطفاش اذا هنا كانش على الدار باش نتعطل باش ما نتعطلوش راه ديجا اوني تري اون روتار باسكو باقي على البروسيس الاول فوالا انجستري pour la la hant معطلي carrément on est en retard a déjà 12 قلت ولد alors qu'on est quand est-ce que بدل جيب كليك لتحت ودير فيت اذا سوفغارد كنترول ها انت دير كنترول شيفت اس سي لو راكوسي ديال كونترول شيفت اس غادي جا نخرج انت غادي تسميوها ماستر بياس الا ما ديروهاش تما ما ديروهاش في لو ميم فيشي ديروها ايور لان بيني وبينك اون فوا باليوتيليزي نا جو بريفير نخدم بالخويا لان درت فيهم بلوس دو طون لا ما نستعملوهاش وانا بغيت هاد يشوفوكم ندوزو الدوزيام ايتاب Deuxième étape, je pense je vais sauter super bias. Et je ne l'utilise pas. Ce n'est qu'un seul process. On l'applique. Elle a le master bias. Qu'on a un super bias. Il simule quelques milliers de bias. C'est pas. Je ne l'utilise pas. Le retrait le bias dark. D'abord, on a la calibration des dark. La calibration de l'EDAC, on va soustraire le bias de l'EDAC. C'est simple. Et donc, automatiquement, on va faire un add file. On va faire un calbo. Tu fais quoi? On va faire un calbo. L'EDAC. L'EDAC, disons-le. L'EDAC, disons-le. Ramo Kenin, tu m'as dit, venu les com. Ramo, ma DAC M33. On calbo, elle est home. عندنا 15 اون فا تو سيليكسيوني اي اون بالونس تو في البروسيس هما غي يطلعوا لينا هنا 15 دارك توجور نبا اوبلي هاد ولا خليه مي الا خليتي الاوتبوت ديريكتوري اوتوماتيكمون كيصيفطوا لك منين جبتي لي دارك ديالك غنلقاوهم تما لا لا خليه تما باش يبالونسيهم في لو ميم في لي ميم دارك لو ميم دوسي هنا راه كما بان لكم لتحت كاين ماستر بياس الي كوشي اذا اعدك عندك لهنا كيقول لك سيليكت ذا ماستر بياس ايماج فايل اذا عطيه لو شومان فين حطينا لي ماستر لو ماستر بياس جو بريفير خدمو بهذا اللي مصايب انايا فين حطو الى مشيتي للدوسي فورما بيكس انسايت غادي تمشي لام 33 وغادي تمشي لام 33 ار جي بي غادي تلقاه هنايا ماستر راه هو غتلقاه ماستر بياس وكاين ميم ماستر سوبر بياس اي اون لونس لو بروسيس نو يا ريان توت اي بري ريغلي في هذا توت اي بري ريغلي في
هنا نورمالمون لو لوجيسيال سكي فيه كيشد لي 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 دارك وكيحيد منهم ماستر بيانس وصالك واسطي صافي غسالة اشاك فوا يسالي ان ان تريتمون بحال هكا نمشي لاغوش فين كاين هاد البروسيس كونسول اي اون فيريفي هنا راه كتكون اون فير ها هو كيقول لك 15 يعني سي كاع لي زيماج اي سون تريتي اي فو فيريفي لان كاين باغ فوا تقدر تلقى واحد فيلد ولا واحد سكيبت ولا هذا فون ميو فير اتونسيون لهاد هاد ال اي فو شيرشي بوركو خاص تمشي تحلو اكزاكتومون تحلو هو وتدير ليه اوتو ستريتش وتشوف واش ياك ما فيه ان بخو ماشي مشكل لان اون فيت ماشي مشكل لان اون فيت الفيت ضغط جينيرال لو ضغط ديالو كاليبري يعني محيد منه محيد منه اذا كلشي سالا ياك اذا غادي نمشيو دابا لا كرياسيون دو ماستر دارك دو كليك دو كليك غادي تخرج لكم ليماج بحال هكا اذا غادي نمشيو ل اون دو فير اباريت هذيك الانبوت ايماج غنديرو اد فايل لي زيماج ديال فين غنلقاوهم غنمشيو ل دارك ان 33 غادي يكونوا تما دو كليك عاوتاني واش خرجت لكم بحال هكا لا من غير موديفي جو بريفير سيرو ديرو ليست باش لي زيماج يخرجوا بحال هكا وغادي دير تري بار موديفي لا غتلقاني مكتوبه فيهم سي يعني سي تادير كاليبري هما اللي غتاخذهم تي لي سيليكسيون اي اوفري بويسكو دايرين على 15 ايماج اذا في ريجيكسيون بيكسل كاين وينس رايزد سيغما كليبين هادي هي الالغوريثم دو ريجيكسيون نورماليزاسيون دائما كتكون نو نورماليزاسيون لان سي نورمال نورمالمون عاوتاني سي بريسك لا ميم شوز في لي سيغما لو سيغما هاي 3 5 قليله اذا الهاي غادي تطلع واللو غادي تنزل ولكن هنا ما كتعنيش بان اون دو فير سا اشاك ماستر دارك هنا اون تاطون tu appliques كتفيريفي في الاخر شنو هو الريجيكسيون اللي عندك الا كانت طالعه كتنقص الا كانت هابطه كتطلع في هاد لي كونسول هنا ديروا لي فالور اللي عجبكم انا درت 1.7 في اللو ودرت الهاي درت 8.5 اي جابليك ديروا نتوما اللي بغيتو ونشوفوا هذيك الساعه اون كومبار لي فالور وما خاصوش يكون زيرو دونك يا دي تيوريكمون باش نكملوا تيوريكمون هذه خاصكم تسجلوها وتسميوها ماستر دارك براتيكمون ما ديروهش لان ديجا كاين وحده مصوبها كاليبري ميو كو سا مي انا على لو برينسيپ خصو يتش 08 اكسبتابل سي 08 واه نعم ماشي 08 اكسبتابل مع الزيت دوبل فيرو تي بو با ديسوندر او دو لات سي وي وي يا عزيز جو تاسور كيلو نات اذا حطيتو لي زيماج ديالكم سي 27 27 اذا حيد 3 فيت اتونسيون دابا في الاوتبوت ديريكتوري فريمون يل فو شوازير علاش هو دابا باقي عاقل على لونسيا اون بلاسمون غادي يبقاو يمشي لوحهم لك تما شتيه الا وركتو عليها هو كيعطيكم دارك ان 33 ما خاصش يمشي يحط لكم لي زيماج تما فو ميو ترجعوا للور وتمشي لللايت حطوهم في اللايت C'est bien.
سير ال M33 سير RAM سير لايت صافي ما تكلي صافي بارك سيليكسيون نهبطوا الماستر بياس الي كوشي سي بادير هنا خصنا نعطيوه لو ليان ولا لو ريبيرتوار ايفيكتيفو لو ريبيرتوار فيه عندنا لو ماستر بياس لو ماستر بياس هنا غنخدموا بدياولي اللي مصايبين لان درت فيهم بلوس دو طون اي اون كليك دو فوا وكاين ماستر دارك حتى هو نعطيوه لو ليان بقات لينا حاجه كاين ماستر فلات الي كوشي اي بويسكو ما عندناش الا وركتي عليها كوشي غيعطيك ايرور غيقول لك راك ما عطيتينيش لو ليان اذا دون سو كا il faut la décocher on décoche et on lance le process ديال كاليبراسيون اذا هاد لو بروسيس ما قعدنا ما نديرو به ملي كنساليو on a calibré les images ديالنا ديال on passe direct suit le mouvement Ah, débailleur. Mais de toute façon, ma méthode est je débailleur, je vais dire la correction. Donc, débailleur avant de faire add file, que de vérifier que le mosaïque pattern, c'est du RGGB, il y a un capteur, parce que je t'inquiète. Les autres qui parlent. كيبقى هذاك الشيء باغ ديفو ما كتبدلوش هاد في ان جي ايفالويت نويز الا ما بغيتيهش كتحيدو لو بروسيس ايل ترافاي بلو رابيدمون كيبقى كلشي اذا كدير تو سامبلومون اد فايل كتمشي تقلب عليهم راه لوجيكمون كاينين في اللايت هما هادو اذا كنديرو واحد القضيه كنديرو توجو اون مود ليست و كنديرو موديفي لو و كنختارو لي زيماج ديالنا نورمالمون راه فيهم سي وحده اي اون فيريفي واش ايفيكتيفمون عندنا لي 27 اوتبوت ديريكتوري با لابيل لان اوتوماتيكمون غادي يلوحها في نفس البلاصه اي اون كليك سور لو بوتي رون بلو صافي و كنخليو يدير ديفايريزاسيون ديالو D'accord, on a des le dernier, on a des bailleurs déjà des eaux, 27 mzianin, 16. D'abord, on passe directement à la correction cosmétique. La correction cosmétique, qu'est-ce qu'elle fait? Cosmétique. درنا لا كاليبراسيون يعني حيدنا لي بيكسل شو حيدنا لي بيكسل فوا حيدنا لو بروي ديال لوجيكمون الفلات بويسك بون هنا اون لا با ايتيليزي مي درنا البياس يعني حيدنا لو بروي ديال ليكتور اش كيبقى كيبقى مالغري تو كيبقى كلكو بيكسل شو اي كلكو بيكسل فوا لا كوريكسيون كوزميتيك اي سو شارج دو سا كتحيد كاع داك الشيء ريزيدو هذا اي سو شارج هي كتحيدو اذا هنا كنخليو كلشي اون ناتيف ما كنبدلو ما كنطلعو ريغلاج كنخليو كلشي بحال بحال اون سيليكسيون تو سامبلومون نو زيماج اي فو فير اتونسيون دي بايريزي عندك كنت تمشيو تسيليكسيونيو الاولى اللي جوست اللي عندهم سي و دي يعني كاليبري اي دي بايريزي كتمشي كوريكسيون كوزميتيك وكدير اد فايل موديفي كو يا قدرتيها في الاول لا راه كديرها مره وحده السي العميري هذيك موديفي بون واقيلا حيت تلاح في فيه شي اخر الاوتبوت ديريكتوري با لا بين دو لو توشي puisque automatiquement il est obligé d'utiliser les images on laisse use auto detect qu'on laisse va cocher à dire que ça a هو اللي كيدير كيدير لي ريغلاج علاش الا حيدتيها كتعود كدير انت لي ريغلاج سي ان تي بو لابوريو كوم هو سي بلو ايفيكاس مي سا دوموند بلوس دو ديكستيريتي او سا دوموند بلوس دو طون خاص تبدا دير تحل اون سول ايماج تاخذ واحد البريفيو ديالها وتبقى تيسيي في لي ريغلاج وكتشوف اون طون ريال كيسكيل رجيت وكيسكيل غاف سا دوموند بوكو طون اي بوكو ديكستيريتي اذا فو ميو يوتيليزي يوز اوتو ديتكس
Généralement, à presque à 100%, ça passe sans problème. Et d'un on fait appeler global. Et on laisse. Elle a 16 000. C'est cher, c'est même pas le cher. Donc, Un trentième. Aziz, ça veut dire que si on avait sauté ces...